اللغة العربية هي وعاء هذه الحضارة، هي المعركة الأولى في التحديات أن أصل إلى الناس. هذا المجمع تأسس في 1976. أعمدة النجاح كانت في العلماء الذين تولوا المجمع منذ بداياته. ترجمنا كتب كثيرة من الثمانينات عن العلوم التطبيقية والعلوم، وترجمنا في الفيزياء وفي الكيمياء، وذهبت للتعليم. كل معلم يدخل على محاضرته على درسه عليه أن يتكلم باللغة العربية السليمة. اللغة السليمة الواضحة في الجامعات وفي المدارس أدت بنا إلى أن نفتح مشروعات واسعة. الآن هناك مشروع ضخم لدراسة واقع تدريس الناطقين بغيرها، لكن الذين جاءوا لتعلم العربية جاءوا لتعلم اللغة السليمة. لكن لا تضعها فقط في لغة أجنبية، ولا تجعل الأجنبية أكبر من العربية. قلنا ليكتب الواحد منكم أي بحث في الجامعات وينشره في أي مجلة عالمية وبأي لغة. شرطنا الوحيد أن يقدم للجهة التي هو فيها نسخة معربة. اكتشفنا أن وسيلة التواصل الوحيدة أن تكون لدينا إذاعة، لأننا لا أبحث عن الصورة هنا، أنا أبحث عن الصوت. الصوت الذي سيقول للناس هي إذاعة بلغة عربية سليمة. نحن نوقف في موقع السيادة على شؤون اللغة العربية في الأردن، وأنا أقبل أن أتهم بالتباطؤ على أن أدفع بعد ذلك ثمن التعجل الذي لا معنى له. خطط توضع والصبر ينجزها.